تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلامي بأن أنا أوجه لكم جميعا التحية وهنيكم بمناسبة شهر رمضان. كل عام وانتم طيبين. الحقيقة احنا كنا متعودين دايما ان مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين يبقى في زيارة لينا للأكاديمية واللقاء مع الدفعة. انا طبعا متابع التدريب ومتابع الموقف ومتطمن عليكم، لكن ما كنتش عايز ابدا ان يفوتني ان انا التقي بيكم لقاء مباشر كده قبل ما تنزلوا ان شاء الله بعد نهايه فتره التدريب المركز للكليه او للاكاديميه كلها بالكامل. فاسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم ان انا مطمن جدا على الجهد اللي بيتعمل والاسلوب اللي بيتعمل. وخليني هنا اتوقف قدام امر مهم قوي. احنا عملنا في مصر جهد كبير جدا في تأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير قوي تخلي الدولة ممكن تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آفاق أفضل من كل الوجوه. لكن كمان كان من ضمن المنظومة اللي احنا بنفكر فيها وبنجري وبنكثف جهدنا فيها هو الإنسان اللي هو العامل البشري في المنظومة. واسمحوا لي أقول لكم أنه هو أهم ما في الموضوع. أن احنا مهما عملنا ومهما بنينا إن ما كانش في بناء حقيقي من أول التعليم لبقية مؤسسات الدولة، إن ما كناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، احنا هيبقى الجهد اللي احنا بذلناه في بقية الموضوعات هيبقى منقوص، هيبقى مش كفاية. فعشان كده احنا مهتمين قوي بالجهد اللي بيتبذل وبالبرامج اللي بتتحط والمتابعة الدقيقة للي احنا بنعمله، يا ترى نتائجه واصله لفين. وبالمناسبة احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف، وبالتالي احنا لو توقفنا عن التطوير يبقى احنا بنخالف الواقع اللي ممكن يبقى موجود حوالين مننا. موجود قطاعات كتير جدا دلوقتي جوه الأكاديمية، وان شاء الله في المكان الجديد هيبقى في عندنا طاقة استيعاب اكبر من كده بكتير. الهدف منه هو ان احنا ننتقي افضل ما هو موجود لدينا، وايضا القطاعات المدنية المختلفة اللي احنا حرصنا على ان هي تبقى موجودة معنا هنا. هو الفكرة كلها زي ما قلت مرة احنا عايزين انسان مصري قادر على ان هو يواجه تحدي وقادر على ان هو يقود الدولة دي الى افاق افضل وارحب. وبالتالي مفيش عندنا غير ان احنا يبقى عندنا ادارة جيدة جدا جدا واستفادة من الموارد، كل الموارد بما فيها الموارد البشرية. ان احنا عايزين مستهدفين افضل بناء للشخصية، والشخصية اللي احنا بنتكلم عليها هي شخصية متوازنة جدا. مش عايز اطول عليكم، كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله تنزلوا الاجازة، وخلي بالكم من نفسكم. بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم واشكروهم على يعني كل ما فعلوه معكم، واحنا متشكرين لهم ايضا. وإن شاء الله تقضوا أجازة طيبة ونرجع مرة تانية نستأنف إن شاء الله عملنا. كل سنة وانتم طيبين، شكرا جزيلا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس شاهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها الطلبة المستجدون الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، حيث أشاد سيادته بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.
كما تفقد السيد الرئيس عددا من مناطق تدريب الطلبة. شملت المرور على ميادين الفروسية والوقوف على المستوى الذي وصل إليه طلاب الأكاديمية. احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على الخيل، حاولنا ان احنا نعلمهم رياضة جديدة، رياضة الكلة، والحمد لله الطلبة والخيل وصلت في المستوى ويحسيت ان شاء الله. في امل كبير قوي في ان احنا نعود مصر مرة تانية الى الدور بتاعها اللي كانت في الخيل، ده كان في العشرينات وقبل كده، حتى مصر حاجة تانية خالص، كنت موجودين عشان كده. وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية تناول وجبة الإفطار، حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المعظم. السلام عليكم، تفضلوا استراحة، تفضلوا.